والله ما عرفت والله ما عرفت ولعي شحال 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 مشهد 152 تبارك الله 152 سمعتوني تبارك الله اللهم بارك تبارك الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام من داخل وخارج الوطن أصبحكم مبروك من قلب سوق الحدي البروج إقليم سطات الإخوان بتاريخ 22/9/2024 تحياتي الإخوان من داخل وخارج الوطن أصبحكم مبروك الله يسر أموركم جميعا ما تنسوناش الإخوان بديك الجيم الله يجازيكم بالخير الإخوان بارطاجيو جزاكم الله خير ماكب شحال اخويا هذا 100,000 لاش البيع ولا اللي عطينو 100,000 هذا 100,000 المشرى ديالو هذا الاخوان راه المشرى ديالو راه 5,000 درهم الاخوان 100,000 ريال 100,000 ريال 5,000 عطاوك شي حاجه عطاوك شي ولا مازال انا خطو يلا اختي واخا وهاد النعجات هادو هادو عطاو 1,30,000 وهذه عطاوها 145,000 هذه 145 اش والده؟ خروف والده خروف هذه مرشومه هذه الاخوان 145 7,250 درهم والاخرى مولات العبوره هذه عطاوها 110 مولات العبوره الاخوان 110 اش دايره تستنى ودعم هذه الستاتيه وهذه؟ هذه طلعت جموع هذه الاخوان جابت جموع ابنتها ها هي عداك واللي بغى يتواصل معكم تبارك الله الاخوان غادي نبداو لكم بهذا النعجه هذه عدد الصديق ديالنا الاخوان وراه عنده الضيعه في مديونه الاخوان مهم غادي نستفسروا الاخوان على الثمن وداك الشيء ومن بعد ان شاء الله ناخذوا من عنده النمره اش داير في السنه دي اخوان جامعه جموع مزيان جموع مزيان الاخوانيه هذه الاخوان راه جامعه جموع مزيان تبارك الله كاين شي ضرار خويا ضرار فيها شهر ونص ولكن حنا ما كنبيعوا ضرار ياك تجيني شهر ونص راه كاين طارقه قدامي حتى كسيبه ماشي مبيع مشاريف كنبيع في النعجه بحال ما بحال هكا صافي الله يعطيك الصحه خويا اسمع هذا هو الكلام يعني حتى اللي غيديها يتلقى مع الحولي ضروري يتلقى مع الحولي هي عامره عندي قدامي اييه ولكن اللي غادي يدي ضروري كما سمعتوا الاخوان السريق ديالنا قال لك النعجه وراه كسبته وراه عامر طارق عنده في الدار بشهر ونص الاخوان المهم الاخوان قال لكم اللي غادي يديها يتلقى مع الحولي هذا هو الكلام ديال المعقول النعجه راه جامعه الاخوان راه جابت مواصفات تبارك الله الله يبارك الاخوان باش تعرف على طارق راه الحياه ديالها مسدوده اييه لا صافي تعرف على طارق صافي هذاك الساعه خويا اسمعك تبارك الله الاخوان النعجه راه صافيه العيوب اش مسكين معك خويا اسمعك مسكين معنا 74 اللي عاطيهم الاخوان عاطيهم السوق عاطيهم 74 يعني 3700 درهم الاخوان 3700 غنشدوا لكم النمره ديال الاخ سي محمد الاخوان هو راه عنده الضيعه في مديونه الاخوان غتواصلوا معاه باعها في السوق الله يسخر غيقول لكم بعتها كانت باقه غيبيع ويشري معاك داكشي اللي كاين ياك خويا اسمع يلا خلي الاخوان النمره 06 02 82 74 00 تبارك الله على خويا اسمع طلبوا من الله يسر لك امور الله يسر لك امور تبارك الله الاخوان اللهم بارك سي يوسف بخير لاباس عليك الله يبارك قاعد اخويا يوسف قاعد يا خويا يوسف كامل الزهر خيط سلاح بارك الله بارك الله الاخوان غادي مع بتوام ان شاء الله اللهم بارك يسلا لي المليون اللهم بارك سداسيه تبارك الله هي شحال من العشاء خويا يوسف 22 مزرع واش دايره السن كاين رباعيه سداسيه اللي جامعه جمع الاولى رباعيه سداسيه اللي جامعه جمع الاولى تبارك الله هذه بدات كتدفع خويا يوسف كامل في الدفع هذه بينت هذه اخويا يوسف كاع هذه الحداء قريبه هذه جايه تبارك الله هي هنا كاع ترخي ماشي تبارك الله هذه جايه هي خويا يوسف زيد سير معهم خويا يوسف بحال قلت زيد 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 هذه هي راه قريبه اييه
كامله كامله كاين نعجب مع طلات ولكن راه دار ماشي المره كامله العمره باش نقول لك كاين هراش صافي يعطيك الصحه خويا يعطيك الصحه كاين اللي عنده شهرين كاين اللي عنده 3 شهور كاين اللي عنده 4 شهور المهم اللي معطله داره صافي يعطيك الصحه صافي هو عير الدرار هو اللي مهم درار الاخوان كما سمعتوا الاخ يوسف الكارانتي الاخوان وانا خويا راشد كارانتي تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك انا حشيت الله يبارك الله يعطيك الصحه خويا يوسف الله يعطيك الصحه تبارك الله اللي داك صبر يقول لهم هذا تبارك الله وانا خويا راشد اللهم بارك غادي بزياده سنه تبارك الله الله يبارك تعال عندي خويا يوسف هنا عزيز تعال عندي الثمن خويا يوسف هنا اش مزكي معاكم 76 76 الاخوان 3800 درهم اللي زاكيه واش حكيتي خويا يوسف قلت لهم بيعوا وشريوا صافي غادي نخليو النمره نخليو النمره ديالكم غيتواصلوا معكم الاخوان تباعت قول لهم تباعت كانت باقه بيعوا وشريوا مع الاخوان صافي خويا يوسف مرحبا يلا قول الاخوان قول لهم النمره تبارك الله الاخوان كما سمعتوا الاخوان هي شحال قلتي 29 مزرده هي 29 الاخوان قلتي فيها الرباعيه والسداسيه والجامعه مجموع الاول 06 الجامعه مجموع الاول 06 71 38 11 78 البلاصه الفقيه بن صالح الخميس بنيش كدار تبارك الله على خويا يوسف كلشي موجود اخويا رشيد راك عارف الترونسبور راه موجود كلشي اي الاخوان راه عندهم الكاميو عندهم كلشي اللي جا شاف سلعتو هذا راه عندهم كاميو شارجي هذا اللي دات يقول العمر هذا اخويا رشيد لا لا تبارك الله نعجات اللهم بارك خويا يوسف الاخوان هما كيتفرجوا هما غيحكموا في التعاليق تبارك الله مليح نعجات اللهم بارك اللهم بارك الاخوان تبارك الله الله يبارك اللهم بارك سلعه الرباح والله الا سلعه الرباح الله تبارك الله على يوسف الله يسخر الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله الاخوان نشوفوا لكم هذه الجلبه هذه تبارك الله الله يبارك واش شحال هي من وحده انا 15 راس هنا الاخوان كاينه 15 راس اش داير في السن كاينه سداسيه جموع صغير كاينه سداسيه الاخوان وجموع صغير الدرار الدرار كاينه اللي دافعه كاينه اللي باقا ما بيناش واللي داره كارانتي كاين اللي دار وكاين اللي باقا ما دارش كاين اللي دار وكاين اللي باقا لا ماشي ما دارش عرفناش شنو ما عرفناش متعلم بالله يرحم شي والله اي واش دابا هذه ما كانتش عندكم في الدار هذه كاين اللي دافع هاك سير على الله هي هاك ودابا تالي بيعوا شاري فيها بيعوا شاري فيها دافع هي هذيك بدات كتبين هي تبارك هي قلت لي شحال من شاي 15 هي 15 النعجه الاخوان تبارك الله الله يبارك كلها صغيره السن هذه اش دايره سداسيه ولا جامعه جمع صغير جامعه وجمع صغير هي تالي مبينه هذه دار راه باقا معطله باقا معطله دابا كاين اللي دافع وكاين اللي باقا معطله اييه تبارك الله الثمن ودعم ما يشتكاو معاك الثمن تنقولوا 70 ما عطاوناش باقي ما عطاوناش حنايا باغيين 70 مازال ما عطاوكم والو كاع حنايا مازال ما عطاوناش اييه راه مازال ما عطاوهمش الاخوان ولكن قول لي العيب ما كاينش لا العيب والو العيب والو تقول العيب ديالك العيب ديالي اللي فيها العيب ديالي العيب ديالو الاخوان كما سمعتوا اللي جا عندو قلب الشيا ديالو الاخوان العيب راه ديالو هذه هي بالزعديه صفراء ديال لانوك مطبوعه اييه هي فيها واحد النجمه هي مطبوعه فيها نجمه شتيها كاينه فيها النجمه اييه صافي مطبوعه مطبوعه تبارك الله تبارك الله شنينات كي داير اييه هذيك الضربه فيها باريه هذيك حبوبه وباريه باريه اييه صافي تبارك الله قلت لي كتقول انت 70000 ياك كنقول بغيت 70 باقي ما عطاوني حتى حاجه باقي الاخوان ما عطاو حتى حاجه هو كيقول 3500 غنشدوا لكم النمره الاخوان وتواصلوا معاه اييه مبينه صافي تبارك الله الله يبارك واخا خلي الاخوان النمره يتواصلوا معاك 06252 49 98 04 البلاصه مع ولاد احمد بن شكدال الخميس بن شكدال اقليم تقريبا صالح تبارك الله عليك ولد عمي سير الله يسر لك الله يسر الله يسر الامور نشوفوا لكم هاد الاخوان هاد الخمسه هادو انا خويا انا اييه تبارك الله انا خويا اييه تبارك هما خمسه ياك خمسه الاخوان غنشوفهم لكم تبارك الله الله يبارك زيد اييه كاين صافي يعطيك الصحة هادشي بالكارانتي هنا الاخوان والكارانتي راه مبين الاخوان هادي رباعية الاخوان هادي سداسية هاديك سداسية الاخوان هادي راه لمس
اش كتعني لمس؟ جمعت هي جمعت لمس الاخوه لمس هي جمعت الاخوه العقل على الاخوه اي ذاتيه هذه جمعت هذه لمت جمعت جمعت تبارك الله الله يعطيك الصحه تبارك الله الاخوان هذو راه نعجات ما شاء الله الثمن ولد عمي اش مسقين معاك واش عطاوك السوق السوق الاخوان عطينهم 4700 درهم 4700 درهم الاخوان اللي عطاوهم السوق هما كيقولوا 110 الاخوان اللي كيطلبوا 110 يعني 5500 درهم تبارك الله سي صالح كي داير ولد عمي النمره اللي غيتواصلوا معاك 06 28 83 88 94 البلاصه بن شكزال ولاد احمد اقليم فقير صالح تبارك الله على ود عمي الله يسر الامور الله يسر الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله تبارك الله قاعد عمي قاعد 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 عمي قاعد قاعد تبارك الله الله يبارك ما شحال اليوم النعجات سي مصطفى؟ 16 عمي كاين الاخوان 16 نعجه الاخوان واش داير السنه عمي جديده؟ يا غادي يكون شي 8 رباعيات وما تبقى؟ وشي 8 غادي يكون يلاه راه شمات يلاه راه شمات كاين هنا اخوان 8 رباعيات و8 على جيبات جيبات مجموع صغير جيبات مجموع صغير تبارك الله الله يبارك بالنسبه للدرار عمي الدرار غندار درا غارانتي بالغارانتي الاخوان الدرار ديالها بالغارانتي اي راه كاين اللي بدات تبين كاع الاخوان تبارك الله المهم الدرار ديال الاخوان راه بالغارانتي اي رباعيه وسلاله مع عمي سلاله بالسن السن تبارك الله اياه هنيه الله يبارك تبارك الله اياه رباعيه تبارك الله اللهم بارك صغيره كلها صغيره تبارك الله الثمن عمي شحال تسقي 75 الاخوان 75 الاخوان اللي زاقيه 3000 اي زاقيه الاخوان 3750 درهم عمي الاخوان راه كيطلب 4000 درهم غنشدوا لكم من عندو النمره تواصلوا معاه وبيعوا وشريوا الله يسر الامور ياك عمي يلا عمي تخلي النمره ديال مصطفى لا قول النمره ديالي 06 71 16 50 20 البلاصه البروش تبارك الله على عمي الله يسر الامور اللهم يسر اللهم يسر عمي اللهم يسر تبارك الله تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك انا الاخوان سلعه لانوك تبارك الله وطانقه وحده الاخوان طانقه وحده ود عمي سيري واحد تبارك الله ما كاينش الجامعه كاع اش غتكون هنا سداسيه هي رباعيه سداسيه اثنيه رباعيه سداسيه تبارك الله الاخوان اثنيه الرباعيه السداسيه باش تعرفوا الاخوان انتم راه طانقه وحده دابا هذه نهار اللي ترشمت ود عمي ترشمت كل اثنيه ها باش تعرفوا الاخوان راه كاين الاخوان تبارك الله راه كاين الاخوان اللي كتلوح من الثنايا كتنوح للسداسيات ياك ود عمي كاينه من الثنايا للسداسيات درا غارانتي ود عمي الدار كامل بيعوا لي الدرار درا غارانتي الاخوان كما سمعتوا تبارك الله وربما غيكون معاه شي فحل غيكون كان معاه شي فحل زين تبارك الله كامل الدرهم تبارك الله اللهم بارك الاخوان كلها لا نوق الاخوان هذه بلا ما تشد بلا ما تقلب تبارك الله العيب ما كاينش ود عمي وتقول الاخوان الثمن ود عمي شحال 134 اللي زاقيه اللي زاقيه الاخوان 6700 درهم 6700 درهم الاخوان 134000 الاخوان 134000 هاد الاصدقاء الاخوان راه كاينين في قلعه السراغ انا غنشدوا لكم من عندهم النمره وتبيعوا تواصلوا وتبيعوا تشاروا باعوها في السوق راه غيقول لكم راه تباعت كانت باقه راه غيبيع ويشري معاكم ياك هذا هو الكلام ود عمي يلا قول شو ود عمي 06 24 55 23 70 البلاصه قلعه السراغنه ها انت هذا الدراره الدراره الاخوان الدراره قولوا لي الدراره الدراره هذه وبين غيكون مطلق عليها حولي في وقت واحد كامله وقت واحد هذا بحال هذا الشيء ملي كيبدا يولد الاخوان كلها كتبدا تطيح تولد كامله في خطره تبارك الله الله يسر الامور خويا اللهم يسر تبارك الله عليك تبارك الله عليك تشاور مع شي راس تشاور مع شي راس هاكا يس عايشو راس عايشو
فهم العيطور قال هو صعب تبارك الله الاخوان اللهم بارك. احنا الاخوان وصلنا عند السي الريزو. السي الريزو كي داير بخير وشي مزيان وراني مغبورات السر ما خبرتي انت اللي خبرتي الغلا قول لي الغلا زقات الوقت الحمد لله الحمد لله الحمد لله واخا السي الريزو قبل ما نبداو مادام انت اصدقاء دابا تبارك الله كيعرفوك بزاف بغاو يعرفوا اخبار السوق اخبار السوق كيفاش داير السوق اليوم لحد ديال البروش السوق تمام كاين تمام البيع كتبيع الغلا والبنادم الكبع الكامل ياه واليوم عرفنا تعينا ورجعتي للسوق رجعتي كاين الخروج اليوم اليوم بالي كاين حتى البراني تبارك الله كتباع السلع والله اذا شي تاويل دابا جابوا الوقت عاد الله داكشي سبحان الله ايوا لا اله الا الله حنا التمن ما بغيناش زرنا ولي داكشي من فوق جهدنا هذاك الجهد لا جهد الله الجهد لا جهد بركه سبحان الله العظيم راعيت جا منزوله كان يقولوا ديال الكره هذيك ديال الصحراويه لا ماشي الكره ديال السباليور الرومانيه غادي تطيح غادي ترخص غادي من راسنا حنا جبدنا هذا سبحان الله سبحان الله اللي كيطلع فيها دار بركه ديال الله قال لك حق من دلها يعزها هي راه تبارك الله هي راه الحمد لله الحمد لله هي شحال من حولي هنا السي الريزو 20 راس تبارك الله كل سنه الحليب العيب والو السي الريزو هنا الاخوان 20 راس الاخوان تبارك الله 76 اللي معطيه السي الريزو ياك لا مشراه يعطيك الصحه تبارك الله 20 راس الاخوان السي الريزو الاخوان قال لك خداها الاخوان مشره ديالها 76 3800 درهم تبارك الله 3800 درهم غادي نسولوا السي الريزو الاخوان واش عاطي عطاوك شي السي الريزو عطاوك شي حاجه ولا مازال على الله لا الله يعطيك الصحه حتى السي الريزو راك معروف تبارك الله السي الريزو النمره اللي غيتواصلوا معك بها الاخوان ان شاء الله قول 06 62 65 80 90 تبارك الله على السي الريزو تباعت هنا راك الاخبار في راسك ما تباعتش كان شي حبيب قضي الغرض اللهم يسر السي الريزو اللهم يسر تبارك الله عليك تبارك الله عليك قاعد اصلا قاعد هذه الاخوان غنشوفوا لكم الخروف تبارك الله اللهم تبارك الله الله يبارك هي شحال مخروفه السي مصطفى 18 هي الاخوان 18 الخروف ها هو جا الاخوان اللي غادي يقعدها تبارك الله الله يبارك مشمشة الله يبارك هي الاخوان 18 الخروف الاخوان هنايا تبارك الله هي الله يبارك تبارك الله كاين الوزن في الخروف مصطفى اليوم خويا كاين الوزن وكاين حتى الخروج بان لي اليوم كاين خروج كاين الخروج السلعه كتباع هي الاخوان السلعه غادا خارجه الاخوان اي تبارك الله السي مصطفى العيب العيب والو اي راه بان لي اي زيد الشباب زيد انتم الاخوان الشباب تبارك الله زيد الحادك زيد هكاك المليح يعطيك الصحة أي كاين هذا الإخوان اللي فيها دول سيسادي فقط ياك هو اللي فيه هو اللي فيه الثمن السي مصطفى هنا الثمن كنطلبوا فيه 68
68 نعطاكم شي في السوق. من شري شيرينا ب 64. صافي يعطيك الصحة. دابا أنت جيتي الإخوان من الآخر خليهم يبيعوا يشرو معك على الرباح. مرحبا لا قسم الله. المشرى الإخوان المشرى ديالها 64 قلتي عطاوك وصلوا معك؟ لا طلبوا فيها 68. كيطلب فيها الإخوان 3400 درهم اللي كيطلب فيها، هو المشرى ديالها 3200 درهم. تبارك الله. واخا سي مصطفى اللي غيتواصل معك إن شاء الله. مرحبا 06 06 78 78 73 23 23 05 05. تبارك الله على خويا مصطفى، والله يسر الامور. الله ما يسر، الله ما يسر. تبارك الله عليك. السلام عليكم.